ابراهيم القحطاني الف مبروك سوني 5 تستاهل. تذكروني ما اقول لكم فعلوا الجرس؟ انت فعلته وقيت بدري صح؟ كل عام وانت بخير. تفضل عزيزي المشاهد خذ هذه وهذه 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 وايضا هذه ان شاء الله انك تاخذها، واللي مفعلين الجرس خذوا خذوا يا جماعه الخير الله يسعدكم، وتذكروا الجرس بشهر رمضان بيفيدكم، فعلوه مشاهده ممتعه للمقطع. السلام عليكم ورحمه الله ليز اند جنتلمان، حياكم الله يا جماعه الخير. اليوم لأول مرة بداية رمضان بداية الخير، ركز معي عزيزي المشاهد. اليوم يا جماعة الخير معانا لعبة، اللعبة هذه من أقدم الألعاب ومعروفة جدا. اللعبة كنا نعرفها بورق، وفي أنا من الناس اللي كنت ألعبها بورق أول، لكن الآن صارت اللعبة على الجوال، والبرنامج نفسه اهتم فينا وخلى فيها لغة عربية وعدل فيها أشياء كثير مرة. اللعبة اسمها مافيا 42. وش هي مافيا 42؟ أول حاجة كأي لعبة جماعية زي هذا النوع، وبالذات الألعاب اللي نفسها مونج أس تحتاج عدد من الدجالين والكذابين. نرحب اليوم بسادة الكرام، الناس الأساطير المفضلين في العالم العربي الإسلامي، الأستاذ مودي الأسمر، الأستاذ ركان، الأستاذ ناصر، الأستاذ رامي، الأستاذ سعد أبا فائز، والأستاذ جيزي، والأستاذ روميكس. حياكم الله أعزائي السادة المشاهدين، تفضلوا معنا. الله يحييك حبيبي. طبعا العيال يا جماعه الخير ركزوا معي، ركزوا معي. هلا مرحبا لهم، هلا. اللعبه هذه يا سعد يا مودي ورب الكعبه، انا اسمع صوتك يا عيال اقسم بالله قبل لا نصورنا مهواش في هواش، حتى مودي بدا بث بالغلط واحنا قاعدين نسجل بادي بث. يا عيال يا عيال احنا قاعدين نصور مقطع شوي، مودي يقول يا عيال احنا قاعدين نبث. المهم يا جماعه الخير ان شاء الله باذن الله تستمتعون معنا بمقطع اليوم. هي اللعبه هذه لعبة عبارة عن تحقيق وقتل نفس نظام أمونج، خلنا نشرح لكم إياها. اللعبة تقدر تلعبها مع أخوياك عن طريق الشات أو عن طريق الصوت، إحنا بنلعبها عن طريق الديسكورد والصوت، راح تكون فيس كامات العيال موجودة، وراح تكون طريقة لعبنا أيضا موجودة. اللعبة عبارة عن شخصيات كثيرة، شرطي، قاتل، ساحر، مواطن، أشياء كثيرة تتعمق فيها بتفهمها وبتتعرق فيها وبتستمتع. أبى أقول لكم ليش تستمتع، لأن اللعبة سهلة، تلعبها على الجوال مع أخوياكم جنبك أو مع ناس ما تعرفهم، تسوي روم، تلعب لحالك اللي يريحك. طريقتها بكل اختصار، في قاتل اللي هو المافيا، وفي مواطنين، المواطنين هذول لازم يعيشون ويطلعون القاتل، القاتل كل مرة يجي الليل يطعن واحد، يمكن القاتل أنا، يمكن واحد من العيال، إذا قتل نبدأ نحقق، جا الليل يبدأ التحقيق، وتلعب بالصوت، نسأل كل واحد مثلا، إيش وظيفة كفلان؟ إيش وظيفة كفلان؟ ويتكلمون، والله أنا طبيب، أنا شرطي، أنا مدري إيش، ونشوف مين الكذاب والصادق. الشرح الكثير يمكن يلخبطكم، خلونا ندخل بالعميق وإن شاء الله تستمتعون معنا يا جماعة الخير، قنوات شباب تحت، لا تنسون اللايك والاشتراك ورابط تحميل اللعبة موجود تحت في الوصف، بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين يا جماعة للكذب؟ يلا توكلنا على الله. إذا جاء الصباح نتكلم ونناقش مع بعض، جاء الليل نسوي ميوت، القاتل يقتل، كل واحد يشوف مهمته إيش. اقرأ بطاقتك في البداية عشان تعرف أنت شو وظيفتك، وإذا بدأ الجيم وجاء الصباح عفوا جاء الليل اضغط علامة الزائد وروح صوت. شوف أنت، لا مو تصوت، روح شوف أنت تقدر تشوف القاتل، تقدر تحمي واحد، كل واحد مهمته، علامة الزائد تضغط عليها وتلف يمين وتبدأ تشوف مهمتك. يلا ببدأ، يلا بسم الله، واحد اثنين ثلاثة أوكي ميوت. يلا الشهيد، اوه عرفت هذه الشخصية، هذه يفجر نفسي مع واحد واموت معاه. اذا اعدمت بدون محاكمة وظلموني بسبب صوت لاعب فيمكنك اختيار لاعب ليعدم معك، يعني ابن امه يزل ويصوت علي. اوكي ممتاز، انا مواطن يا جماعة. اهلين وربي، انا المافيا ثنائيتها كم. حلو، انا الدكتور اقدر اساعد بلاير فروم مافيا اتاك، اقدر اساعد شخص اذا جاء مافيا. حلو، المضيفه ارحب اللي بيطرحهم لكم كل ابوهم. بسم الله انت عينك. اوكي الان احنا بالليل، القاتل يمكن يذبح الان، خلينا نشوف الوضع كيف. اذبح انا في هذه الليله الجميله؟ مودي قهرني يا جماعه، مودي قهرني. طبعا الان الشخصيات هاي طلع اسمها قدامكم، الحين انا اقتل اختر اسم. والله اذبحها، والله اذبحها، والله اذبحها، ولا يلا موت يلا. الدم الدم يا عيال في الكميوت، مودي مات يا عيال، مودي مات، انقتل ابو طيب. خالد طيب مو مشكله، ابو خالد ابشر بي باذن الله اني لبيض وجهك باذن الله. طيب مودي مات، حلو، عندنا دقيقه 20 ثانيه. انا بالنسبه لي ما انصحكم تصوتون علي، لاني لو تصوتوا علي ابى اشيل واحد معي، لاني انا شخصيتي شخصيه الشهيد، خاصيتي
اذا صوت علي بختار واحد بعد يموت معي، فما انصحكم ابدا تضحون فيني. الشرطي هذا يحقد علينا يا عيال. لا احد يضحي فيني، لاني اللي ضحيتوا فيني يا اخوان بيفوزون المافيا. ليش يفوزون؟ لا احد يضحي فيني لاني انا اللي بنعشكم في المستقبل. انت الدكتور يعني على كلامك؟ صحيح. طيب لا 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 من اللي قبلي؟ من اللي قبلي؟ دقيقة اللي دقيقة ركان دقيقة. من اللي قال بنعشكم؟ لا جيزي لا تسوي فيها المنعش. لا 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 انا يا عيال خلي شوف عيني دقيقة اسمعوا. اوكي 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 تكذب يعني في اثنين يعني يا جيزي شباب. لا لا في اثنين شباب شباب يا جيزي يا سعد واحد منهم كذاب الموجود. اذا انت تسمع انا لو اني انا مثلا قاتل ولا مافيا راح ادور واحد ثاني واكذب اقول اي كذبة ثانية، لكن انا بس عشان بثبت لكم انا طبعا اللي ما يدري يا جماعه احنا قاعدين انا نحقق نشوف الشخصيات مين الشخصيه اللي متكرم مين الكذاب شخصيته قاتل. ها سعد شخصيتي المجيشن المجيشن هذا الساحر عندي قدره يا جماعه اني استبدل شخصيتي باي شخصيه موجوده. حان وقت التصويت. انا اقول يا اخوان سعد انا بصوت على سعد صراحه. دقيقه انا مو بغبي لدرجه اني اقول شيء انا مو بهو. انا بصوت سعد خلوني ابرر محقق. ايوه وانا يا جماعه انا صرت تسرعون. أيوة. انا لا صوت برومكس جدي يا جماعه جدي. قلت لكم يا جماعه الخير لو اني انا مافيا ما كان قلت ان هذا مو دكتور. لو اني انا كذاب بدور اي واحد ثاني بقول اوكي انا 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 مجاسوس. طيب. انا مثلا طيب 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 ايش رايكم عيال نعارض ولا نوافق؟ ما انا معارضه اي انا حتى انا معارضه وبعطيه فرصه. معارضه معارضه وبعطيك فرصه يا سعد. يلا يوت يا اخي مشكله ما. طيب انا بحط سوسات الان سوب فيكس عسى قاتل بحط عليه مافيا. اوكي جيزي اتوقع ان الدكتور صادق ابى اخلي عليه الدكتور عشان انا ما الخبط. رجع مودي للحياه. مين رجع؟ ابو خالد جري بالله السلامه. سعدت رجعته. ابشر ناصر مات. ناصر مات ناصر مات دقيقه يا والله مودي من طيب مودي رجع يا عيال. ناصر مات. مودي كيف رجعك؟ مين رجعك؟ مين رجعني الطبيب؟ انا اللي رجعته. انا الدكتور انا 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 يا اخي كذاب يا الله يقرني يا عيال يا عيال. ثواني 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 ابو خالد انت ما تقدر تعرف من اللي طعنك صح؟ انت مت. يب ما اقدر ما طلع لي. طيب انت مواطن احنا ضامنينك حلو لان في واحد رجال رجعك. ناصر قبل لا يموت كان يقول انا المحقق. لا احد يضحي فيني لاني اللي ضحيتوا فيني يا اخوان بيفوزون المافيا. ناصر شرطي. الشرطي والشرطي انقطع لان القاتل ما يبغى الشرطي يكون حي لانه يمكن يفضحه الان. يا سلام. ايه يا عيال شكنا. انا والله شك بسعد. ناصر كان صامل على سعد. جيزي لا لا مو بجيزي مو بجيزي مو بجيزي مو بجيزي مو بجيزي مو بجيزي يا جيزي المافيا. سعد 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 كلكم سعد كلكم سعد. جيزي يا ابو خالد انا اللي قومتك يا ابو خالد. الحجة الاخيره جيزي انا اشوف عيال نعتر. قاعد اقول لك ناصر كان صامل على سعد. هو كان ايش؟ احمد طيب كلامي موافق. اسمع كلامي موافق صدق موافق. انا موافق ان هذا القاتل. انا بعارض انا والله بعارض انا بعارض. لا يا أنا انعدم جيزي يا عيال. احسن. ايه هو المافيا. طيب 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 والله صدقوني مو بهو يا عيال. يا صدقوني انه مو بهو حرام عليكم. ميوت ميوت ميوت. طيب ميوت يا عيال. جابوا العيد يا جماعه صدقوني مو بهو. الليله الثالثه الحين مرة ثلاث ليلات تمام طالعوا مكتوب فوق الليله الثالثه الان خشوا في حد بيموت. اوكي جا الصباح. طيب القاتل ما ذبح يا عيال الان. يب يا اخي تكفون افهموني يا عيال انا متاكد من ذا الشيء لان مستحيل يكذب يعني سعد كذاب. ما شاء الله يا عيال سعد يا عيال سعد. لا 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 يا عيال سعد تكفون كلكم. اسمعوا اسمعوا روحوا تقليل الوقت كلكم تقليل الوقت. قللوا الوقت قللوا الوقت قللوا الوقت. سعد انفضوا ريشه. سعد مدد سعد مدد يا عيال. سعد مدد سعد مدد سعد مدد يا عيال. طلعت 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 سعد يا عيال. سعد سعد مين 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 سعد سعد يا سعد. صوت علي الكلب. يلا عندك سعد حجة أخيرة قول كلمة. قول قول كلمة أخيرة سعد. طيب طيب أنا بقول كلمة بسرعة. أنت من ثواني. إذا ما هو بدي وآي إس 6 بي أنا ماني بسعد. أوكي شوف مستحيل. أنا مستحيل اللي بن أمه يصوت علي والله طيرة معي. موافقة على الموافقة. موافق موافق يا رب. معارض أنا مع سعد. الله يقطع شكلك. السبك يا مودي يا السبك يا مودي. لو بيذبحني يا عيال بيذبحني يا عيال بيذبحني يا عيال بموت. اندم الحمد لله يس اندم نايس. صبر ليش ما فزنا؟ ما فزنا. ميوت 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 ما فزنا. شت يا عيال سعد مو بقاتل يعني يمكن رومكس كذاب مو بهو اللي احيا ذا يعني ممكن بطاقته مين بطاقة الكاهن والكاهن يقدر يحيي وكل بطاقة عنده شخصية جديدة. هل معقولة؟
ابو خالد يعرف النغمه هذه. طرح ابو خالد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في الليله العتماء وكنت جالسا في غرفتي مروقا وما تساقي حتى البطانية ما غطتني. اسمع الكلام اللي يجي بدعي الشارب انت وياه. اذا ما تبي تسمع الكلام ادخله من اذنك اليمين وطلع من اذنك اليسار وطز فيني. تبي تموت عزيز المشاهد في لعبة ماضية 42 القاتل هو من رامي. والله انك قال له اصبر يلا برر يلا برر يلا برر يا اخوان عندي حجه عندي حجه لو سمحت. طيب ايش وظيفتك رامي؟ رامي ايش وظيفتك؟ المضيفه وش تسوي المضيفه دي؟ ما ادري بتقول لي انت شاب وسيم تعال وانت يلا وسيم ان شاء الله روح هناك والله يطلع تكفون معارضه ما تسوي كان ها والله بصير معارضه والله معارضه انا والله معارضه صدقوني معارضه يا جماعه يا جماعه مو مضيفه يا جماعه هذا وجه هذا وجه يجيب لنا شاهده هذا وجهها خلاص ميوت 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 سوينا معارضه انقضنا عرضنا يس تقولني ما ادري الحين كيف اقدر احكم. طيب خلينا نجرب حركه يا جماعه خلينا نروح عند رومكس بسوي استفهام. طيب رومكس ما اعرف وش مودي مواطن 100% بحط عليه هذا تمام رامي مضيفه على شباب وشباب اعطوني كلمة وش اللي رامي الوحيد اللي ما اتهم بهاي اللعبة ما حداش حط صص عليه اللي هو مين راكان يا راكان من البداية راكان خلونا ندافع عن نفسي خلونا لا يا جماعة الخير اسمعوني يلا اوكي اقنعنا ساكت طول الوقت ايه كان بصف جزي اللي هو القاتل الحقيقي واللي قتل السكس ميا الان رامي كذاب راكان انا ولا رامي رومكس انت طيب ليش اقتله ليش اقتله هو اساسا ما حط لي صص ولا شيء انت القاتل ما تلف علي مو انا القاتل لو ها مودي ها مودي سريع عشان ما نطولهاش شو يا عيال صوت على رومكس اسمع لا يا راكان لا اسمع كلامي رومكس راكان ان شاء الله يطلع انا على رومكس ان شاء الله ان شاء الله لا خالد لا على رومكس العيون راكان العيون راكان تكفى دود سو ابو خالد مو بين القاتل ابو خالد الله يسعدك الله يسعدك ايوه ايوه قلل الوقت اثنين واحد حطوا موافقه اجري موافقه عيال يا رب اربعه ثلاثه اثنين واحد مش قلت الاخ يا مودي الله حرام صوت صوت ركان القاتل واضحه رامي واضح من كلام النبري تو قاعد يقرا شخصية حقته لان كل شخصية يا عيال عندها مهام قدرات هذول يسوحات ما يبون يستخدمونها يا رب ركان بيطعن واحد بيفوز ركان ركان بيطعن واحد بيفوز ركان فاز ركان ركان صح مودي مودي القاتل ركان انا اذبحك عشان اخلي السنود اخلي السنود بي عليك لعن امه القهم قال لك مني منك مودي انا اذبحك عشان ابد الشكوك ابو خالد فيك يا عيال بسويك سعد يلعن ام الحركه اقسم بعز الله ان كونك تذبح مودي والطبيب الحمار يعيشه ويساعده الطبيب الحمار اقسم بالله اللي ساعده ان حمار مين اللي من يساعده يا ساتر صدعت رب الكعبة ما توقعتها طيب يا جماعة الخير هذا مقطع بسيط عن اللعبة إذا تبونا أكثر نتعمق فيها ونحفظ الشخصيات زي ما صار اليوم سعد صدمني أقسم بالله ما توقعت فاهم كذا طعن خوية ثم قوم الحمار ديزي بشخصية الطبيب في شخصيات كثير يمكن 10 شخصيات إذا تبون زيادة يا جماعة الخير من هذه اللعبة اكتبونا تحت الوصف إذا تبون تحملونها الرابط موجود تحت على الاندرويد وعلى الايفون واي او اس الله يسعدكم يا اخوان اتمنى استمتعتوا بالمقطع البسيط هذا وباذن الله راح نكمل تنويع في القناه قنوات الشباب تحت شكرا جزيلا من اعماق قلبي الله يسعدكم صلوا على نبينا محمد امان الكريم. انا كاهن واتوقع اني اقدر اعيشه ليتس جو عايشه ابو خالد